السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعينا الأعزاء. وقبل ما نبدأ خبرنا اليوم، يا ريت تصلوا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. حفيظة الجزائرية نشرت ستوري ونشرت فيديو عندها على الإنستا. طبعا مرحبا وأهلا وسهلا بكل الجزائريين المنورين مصر. حفيظة عند الأهرامات، اتصورت عند الأهرامات ومنزلة فيديو وراها الأهرامات وهي لابسة بدوية، والفيديو عليه ويظن قد أميل لغيره إني وقلبي بإسمه مكتوب. وبعد كده نزلت استوريهات، من ضمن الاستوريهات دي استوري بيتكلم إني صحيح الحب هو الأساس بس مش كل شيء، ياما علاقات اتبنت على الحب وما كملتش، لكن ببساطة العلاقة بين أي اتنين متزوجين، طبعا الستوري ما كملتش، أنا هقول العلاقة بين اتنين متزوجين مبنية على التقدير والتفاهم والاهتمام، راح التقدير والاهتمام طبعا ما فيش حب. لو في حب من غير تقدير واهتمام وحب كله إهانة ومزلة، تبقى الحياة ملهاش طعم، هتبقى كلها مشاكل. لكن حتى لو مفيش حب بين الزوجين، في حاجة اسمها حب العشرة، تعود، بتبقى مثلا من كتر ما هو أو هي بتحترمه وبتقدره وهما الاتنين بيقدروا بعض، بتبقى العلاقة ناجحة جدا وعلاقة مهمة جدا. ولكن في مقولة كنت سمعتها، لا تهمل زهرتك فيسقيها غيرك. يعني ايه؟ معنى ان الاهتمام كل حاجة، يعني ما تسيبش مراتك من غير اهتمام، ولا انت تسيبي زوجك من غير اهتمام عشان الحياة تبقى جميلة. وبكده احنا نشرنا معاكم وشاركنا معاكم الستوري بتاع حفيظة، لان شفت في التعليقات حد بيتكلم عن اللي نشرته حفيظة، وانا طبعا يهمني ان اكون موصلة لكم الاخبار اللي انتوا بتحبوها. وبكده اقول لكم ان احنا وصلنا لنهاية خبرنا اليوم، دمتم بامان الله والى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.